قناة عائلة حازم، نرحب بكم دائما على القناة ونسعد دائما بوجودكم معنا. كم يسعدنا وكم يفرحنا عندما نجدكم دائما تشاهدون فيديوهات عائلة حازم. النهاردة بنلتقي مع أبطال عائلة حازم، معانا حمزة ومعانا روان ومعانا ملوكة وفريدة جاية وياسين جاي، وفي برضو حاجات تانية مش عايزين نجيبوا بقى الكلاب والقطط والحاجات دي. فاحنا قلنا نتعامل النهاردة مع الشباب ونتكلم وخليكم معانا. يا حمزة الحمد لله، عاملين يا شباب؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يا ريت الفيديو ده يعجبكم. حاجة واحدة بس، انكم تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، تضغطوا لايك. النهارده بقى انا عايزة اتكلم على القناة بشكل تفريحي كده. انا بتمنى ان الناس بيشاهدوا بيعملوا لايك ويشتركوا، دول حبايبي وقلبي من جوه. وبتمنى كمان انكم تشتركوا في القناة. وعايزين يلا قربنا على ايه؟ قربنا على ارقام عالية ما شاء الله. قربنا، يلا. وعايزين حاجة. وايه رأيك يا حمزة في القناة؟ قناة جميلة، قناة حلوة، قناة بتعرض عن ايه؟ انك تتعلم ايه؟ يعني قناة بتعرض عن ايه؟ تتعلم تشويش الكلاب، اكل الكلاب، وعن الزراعة وعن كل حاجة. تمام، اشكرك يا حمزة واتمنى لك يعني مستقبل كويس، واتمنى لك كل سعادة. ونكمل مع بعض خليكم معانا. معاك روان من قناة مغامرات عائلة حازم. حازم حامي، النهارده جينا بفيديو جديد. النهارده في عائلة حازم في بعض من القنوات حلوة قوي قوي، واول ما فيش حد عملها على اليوتيوب. في بعض من الفيديوهات حلوة قوي على الزراعة والحيوانات وتربية القطط وتربية الكلاب، وفي بعض من الفيديوهات ناس كتيرة علقوا فيديو اللي هو بتاع عين القطط. كتبوا لنا حلو طبعا على كان الفيديو ده، كان مشاهدات حلوه. وين مش الفيديو ده بس، في كل الفيديوهات، وفي بعض من الفيديوهات المفيده ليكم والكلاب وكده. يا جماعه مره احنا عملنا حاجات للقطط وفيجي ورامبو وكده، وعملنا حاجات تانية يا جماعه على الزراعه والحاجات ديت وبيزرعوا ايه وكده يا جماعه. تمام، وحاجات كتير قوي على اليوتيوب. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. أشكرك يا رولا. مع بعض فيديوهات عائلة حازم ونشوف معانا أبطال عائلة. ما تنسوش تحطوا لايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان احنا ننزل فيديوهات أكتر، وحطوا لايك. طبعا القناة منوعة، كل يعني فيها تربية الكلاب ورامبو فيكي والقطط وكل حاجه يعني حلوه. تمام، بتحب القناه؟ اه. طب وقناه افكار مالك ليه انت مش بتنزل فيها فيديوهات؟ لا ما يمكنش اختراع يعني. لا، لازم نخترع كده وتشغلها وما تسيبهاش. هي قناه جميله جدا، بالعكس هي كانت عجباني جدا الفيديوهات اللي انت بتعملها. عملت طياره ورق وعملت مش عارف ايه وعملت ايه، فيديوهات جميله وكده. فلا لا، لازم احنا هنشجعك وتشد حالك في القناه يا ملوكه. شكرا ملوكة، حبيب عمو حازم. تسلم يا ملوكة. القناة انا بحبها من نفسي. ومتنسوش تحط لايك واشتراك وتفعلوا زر القناة. وخليكم معانا وهنكمل الفيديو. ومعانا مين؟ معانا فريدة. عايزاكي يعني تعالوا قناة، يعني تخلوا القناة عالية، ويا ريت يعني تعالوا قناة حازم حسن حامد. يا ريت يعني تعملوا لايك في قناة حازم، وفي يعني في اللايك في قناة برضو مالك وقناة ياسين. بس انا عايزة يعني تعالوا الجرس ولايك. ماشي، اول حاجة يعني انا عايزاكم تفعلوا في الكلاب برضو وفي القطط وفي المعيز برضو. يعني احنا كل حاجة نعملوها يعني اضغطوا لايك. ماشي، قناة برضو مالك، قناة ياسين، قناة بابا برضو. عايزين تضغطوا لايك برضو، وتفعلوا زر الجرس، تشتركوا في القناة وتفعلوا التعليقات.
يعني انا مثلا يعني بعمل اللي هي التعمير، الحاجات اللي انا بعملها عايزاكم يعني تفعلوا الجرس وتعملوا حاجات مشاهدات كتير. انت ايه رايك في القناه؟ عجبك يا فريده؟ بتحبي فيديوهاتها؟ انت بطله من بطلات عائله حازم يعني. انت يعني نشكرك برضو ونشكر كل اعضاء عائله حازم. شكرا يا فريده، خليكي معانا ونشكرك دايما مع تواجدك معانا وامكانياتك الحلوه في التمثيل. واضغطوا لايك شكرا فريده. واعملوا لايك وشير عايزين نشوف تعليقات حلوة زيكم يا أبطال. احنا عايزينكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس واضغطوا لايك، وعايزينكم توصلوا أكبر عدد من اللايكات والمشاهدات والمشتركين، وعايزين بقى نوصل القناة بقى يعني مشتركين كتير مشاهدات لايكات. بصوا يا جماعة، احنا قناتنا قناة متنوعة ومتكاملة وبتتكلم عن تربية ازاي نربي الحيوانات والزراعة والقطط والكلاب وكده. القناة بتاعتنا ديت فيها حب الوطن، فيها يعني خير، الخير والجمال والفرحة، وهي قناة مبادئ ليها وبداية القناة بتاعتنا هي المبادئ. أهم حاجة في القناة بتاعتنا هي المبادئ، وبنتكلم ازاي اللي احنا يعني ايه عدم الخيانة، واللي احنا نحب الوطن وعدم الخيانة ونبقى كويسين ويبقى فيه ولاء وانتماء للوطن ومجتمع يحب بعضه ويعطف على بعضه. شكرا يا سيم. شكرا. نشكرك احد اعضاء عائلة حازم، ونتمنى لك التوفيق. وقناة احبابي اولادي أولاد أخويا قناة عائلة حازم، أهلا بكم، سعداء دايما إن أنتوا بتكونوا معانا ومشاهدين فيديوهاتنا. بشكركم جدا جدا على وجودكم دايما على القناة، أسعدتونا جدا باشتراككم الدائم ومشاهداتكم الدائمة اللي خلى قناتنا نجحت وخلت إن اليوتيوب يقبلها وتكون قناة يعني متميزة، حصلت على أشياء بعض القنوات لم تستطيع الحصول عليها، ان هي تكون قناة مفعلة وقناة تم قبولها. سعيد جدا بتواجدي مع حمزة ومع فريدة ومع ملوكة، واسيب الكلام لحمزة.